أن يعلم أن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل والإحسان قرينان، قرينان في الذكر، لا يلزم أن يكون قرينين في الفعل، لكنهما في الذكر مقترنان. لكنهما في الذكر مقترنان. يقول ربنا هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من قواعد العلم أن تعلم أن العدل واجب لكن الإحسان مندوب إليه، وأن تعلم أن الإحسان من حيث عمومه مع الناس أن تعطي أكثر مما هو عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك، أن تعطي أكثر مما هو عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك. قلنا العدل واجب لكن الإحسان مندوب إليه، والإحسان أن تعطي أكثر مما هو واجب عليك وأن تأخذ أقل مما هو لك. فأمر الله بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا على أحد تفسيرات الآية. كذلك ينبغي أن يعلم أن الإحسان في مفهومه قد يأتي في باب الإيمانيات وقد يأتي في باب التعامل مع الناس. فمن باب التعامل مع الناس إذا كانت هناك نعمة منك إلى غيرك يتعدى بحرف الجر إلى، فيقال أحسن عمرو إلى زيد، أحسن الأب إلى أبنائه، أحسن الإبن إلى والديه. لكنه إذا كان يتعلق بعملك نفسه وإجابتك له فلا يقال أحسن فلان إلى صنعته، وإنما يقال أحسن فلان في صنعته، يتعدى بحرف الجر في، يتعدى بحرف الجر في. هذا ما يتعلق بالتقعيد اللغوي حول معنى الإحسان فيما هو ظاهر القرآن، ظاهر السنة، ظاهر كلام العلماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.